وتواصلنا يستمر في هذا اليوم ضمن تحديات التمهيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. كل الشكر لابو راشد على استمرارية هذا التحدي الصباحي الجميل مع سن الإذاعة وأشواط أصحاب السمو الشيوخية المتواصلة على أرضية ميدان المرموم بالتحدي والمنافسة في هذا اليوم. يسير شوطنا العاشر الخاص بفئة الإبكار لإذاعة المهجنات الأصايل انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهذه هي الشاهينية اللي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول اللي تعود ملكيتها لهجن العاصفة ويقودها في عملية التضمير غياث الهلالي. من يتابعها في عملية التضمير والتدريب بينما النقلة إلى المركز الثاني، وهذه هي مصيحة بشعار سمو الشيخ معالي محمد أو معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، ويضمرها مشاهدي الكرام مختار بن أحمد اللي يتابعها في عملية التضمير. بينما ننتقل إلى المركز الثالث، وهذه هي الشاهينية كذلك بشعار هجن العاصفة، غيات الهلالية تولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما في المركز الرابع، هذه هي مشاهدين الأعزاء الشاهينية تتقدم بشعار هجن زعبيل ويغودها في عملية التضمير راشد بن محمد بن مروشد. بينما في المركز الخامس ناخذ الآن، وهذه هي اللي هي مشرفة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيج بن سالم بالعرت الحميري اللي يرغبها في عملية التضمير. بينما نقلتنا التالية إلى المركز السادس، وهذه هي تتسلل الشاهنية ملك هجن العاصفة ويغودها غياث الهلالي في عملية التضمير. بينما في المركز السابع، وهذه هي الآن اللي تحتل المركز السابع اللي هي النجود أما شهلول، شهلول لهجن النايفات يغودها في عملية التضمير راشد بن حمد بن حلفان المري اللي يتولى عملية تضميرها على المركز السابع. بينما ننتقل إلى المركز الثامن، وهذه الشاهنية لهجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميرها. بينما في المركز التاسع شديدة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد عاشق السلالة الشاهنية اللي يتولى عملية تضميرها. بينما النغلة إلى المركز العاشر، وهذه هي تتقدم الشاهنية بشعار هجن ند الشبا ويتولى عملية تضميرها سالم بن سعيد اللي يراقبها في عملية التضمير. هكذا هي نتيجتنا وندائنا للعشرة المراكز الأولى المذاعة اللي تسير بناموس هذا الشوط. بينما أسامي وشعارات قوية بعد العشر المراكز الأولى نترقب تحدياتها ومنافساتها. نعود الآن إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وهذه المسيطرة الشاهنية، هذه النوعية الفريدة اللي على الصدارة على المركز الأول اللي تعود ملكيتها لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب اللي يراقب هذه المؤسسة العملاقة ويعلن عن قمة جاهزيتها في بداية هذا الموسم. المركز الثاني هنا الشاهنية كذلك رفيقتها بشعار الملكي تتقدم على مستوى المركز الثاني ويقودها غياث الهلالي في عملية التضمير. بينما في المركز الثالث، هذه هي الآن مصيحة بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ويتولى عملية تضميرها. أيضا مختار بن أحمد اللي يتولى عملية تضميرها. بينما في المركز الرابع، هذه تتسلل الآن مشرفة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرض الحميري المتمرس اللي يتابعها في عملية التضمير. بينما شهلول الغادمة من المملكة العربية
العربية السعودية للمشاركة في هذه أيضا التمهيدي بداية بوابة الموسم. تتقدم شهلول لهجن النايفات ويغودها راشد بن حمد بن حلفان المري اللي يتولى عملية تضميرها بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس هذه اللي دخلت الآن أمامكم اللي هي شديدة شديدة وفي موقع الشدة بالفعل لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم عاشق السلالة الشاهنية يتولى عملية تضميرها خليفة بن سلطان بن رشيد. ولكن وين 1200 يا مضمرين؟ بدينا نصل إلى هذا الإعلان الأخير ولكن هنا مشاهدين الأعزاء الشاهنية على الصدارة الشاهنية على المركز الأول الشعار الملكي بجماهير بمحبين اللي يترغبون هذا الشعار الله. ولكن غيرت الآن وتسللت وخذت المركز الأول شديدة شديدة بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ويغودها مشاهدين العزاب ومانع في عملية التضمير خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ولكن شهلول تبحث عن الانتصار من خلال هذه الزيارة في هذه المنافسة الودية في هذا التمهيدي. تتقدم لهجن النايفات ويقودها راشد بن حمد بن حلفان المري بينما في المركز الثالث هذه الشاهنية لهجن العاصفة غياث الهلالي يتولى عملية تضميرها بينما هجن زعبيل تتقدم لتقدم الشاهنية مع المتألق راشد بن محمد بن مراشد والمعركة بالأمتار الأخيرة. يا سلام شديد وشاهنية وشهلول وهجن العاصفة الشوط إلى وين كلها مشاهدين الأعزاء مؤسسات عملاقة تملك الأصايل تملك الجودة ما شاء الله. ولكن هجن زعبيل انطلقت الشاهنية في الأمتار الأخيرة لتهدي مشاهدين الأعزاء مؤسسة هجن زعبيل. والمرة الرابعة مشكوري المتألق تهانينا لمالك مؤسسة هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم والتهنية لراشد بن محمد بن مراشد بينما وصلت شديدة في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان رايد المكتوم. المركز الثالث وصلت فيه أيضا الشاهنية لهجن العاصفة. أما في المركز الرابع شهلولة لهجن النايفات. والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام على المركز الخامس هذه الآن مشرفة لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. هكذا مشاهدينا الأعزاء النتيجة للخمسة المراكز الأولى. لكن عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول الشاهنية إلى خط النهاية بسبع دقائق 45 ثانية 9 أجزاء من الثانية مهدية هذه أيضا المؤسسة العملاقة هذا الفوز والانتصار والنقطة الرابعة في هذا اليوم وفي هذا الصباح. تهانينا لراشد بن حمد أو لراشد بن محمد بن مروشد بالفعل المتألق الذي رغبها في عملية التضمير بينما وصلت شديدة في المركز الثاني بسبع دقائق 46 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان رايد المكتوم والتهنية لخليفة بن سلطان بن رشيد بينما وصلت في المركز الثالث الشاهنية بسبع دقائق 47 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا للعاصفة والتهنية لغياث الهلالي. تهانينا لجميع الفائزين.